هي أحلى من جنى الضرر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات المتجددة من برنامجكم التجويد الميسر. موضوع هذه الحلقة المباركة أحكام النون الساكنة والتنوين، الجزء الأول. قال سليمان الجمزوري رحمه الله في منظومة تحفة الأطفال: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. أحكام النون الساكنة والتنوين أعزائي المشاهدين كثيرة الورود في كلام الله تعالى، كثيرة الدور، موجودة بكثرة، ولذلك يحسن تطبيق هذه الأحكام تطبيقا سليما، وهي ميسرة كبقية أحكام التجويد، بل تلاوة القرآن الكريم ميسرة لكل من اجتهد حسن التلاوة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن ما هي النون الساكنة والتنوين؟ النون الساكنة أعزائي المشاهدين هي حرف من الحروف الهجائية العربية، تثبت خطا ولفظا ووصلا وكذلك وقفة. إذن هي نون ساكنة، أو النون الساكنة هي حرف من الحروف الهجائية العربية، تثبت خطا ولفظا ووصلا ووقفا، وعلامتها السكون، مثل لنهار، تنحتون، عن، وغيرها من الأمثلة. بينما التنوين تعريفه هو نون ساكنة صوتية زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا، وعلامته، أي علامة التنوين، علامته في الخط مضاعفة الحركة، مثل بيتا، عليم، حكيم. ونتعرف اليوم بإذن الله تعالى على الأحكام الأولى للنون الساكنة والتنوين، ونبدأه بهذا الحكم الإظهار. إذا الحكم الأول الإظهار، علما أن للنون الساكنة والتنوين أربعة أحوال أو أربعة أحكام، أربع أحوال أو أربعة أحكام. الأحكام الأربعة هي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. إذا الحكم الأول هو الإظهار. قال سليمان الجمزوري رحمه الله في منظومة تحفة الأطفال، قال: فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق ست رتبت فلتعرف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. قاعدة الإظهار هي كالآتي: تظهر النون الساكنة والتنوين إذا وقع بعدهما حرف من حروف الحلق الستة. وتذكرون أيها الأفاضل حينما درسنا مخارج الحروف وذكرنا الحروف الستة التي تخرج من الحلق، وهي الهاء، وهي الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء. إذن حروف الإظهار، أي الحروف التي تظهر معها النون الساكنة والتنوين، هي المجموعة في بداية قوله: أخي هاك، علما حازه غير خاسر. إذن هذه هي حروف الإظهار، وهي حروف الحلق، تخرج من الحلق. حقيقة الإظهار، معنى حقيقة الإظهار كيف يتم الإظهار، كيف يطبق الإظهار في إطار أحكام النون الساكنة والتنوين. حقيقة الإظهار أن ينطق القارئ بالنون الساكنة من مخرجها
وتذكرون النون تخرج من أين؟ من طرف اللسان، من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. إذن أن ينطق القارئ بالنون الساكنة من مخرجها الذي هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، من غير زيادة ولا من غير زيادة في الغنة ولا تمطيط ولا تشديد كما يقول علماء التجويد. ثم ينطق، إذا قلنا أن ينطق القارئ بالنون الساكنة من مخرجها بدون زيادة في الغنة، ثم ينطق بحرف الإظهار وكذلك يظهر حرف الإظهار ويخرجه من مخرجه، وقلنا حروف الإظهار تخرج من الحلق. إذا وهذه أمثلة للنون الساكنة، هذه الكلمات التي تشاهدونها. الكلمة الأولى هي كلمة ينأون، إذا أقرأ هكذا ينأون. الكلمة الثانية لنهار. الكلمة الثالثة من عاصم. الكلمة الرابعة من حاد. والكلمة الخامسة فسينغضون. والحرف الأخير وهو حرف الخاء من خير. إذا تلاحظون أعزائي المشاهدين، قمنا بعملية واحدة وهي إظهار النون الساكنة عند هذه الحروف الستة اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، مجموعة في بداية قولهم أخي هاك علما حاز وغير خاسر. الآن أمثلة لإظهار نون التنوين. نون التنوين بطبيعة الحال مع الهمزة لن نجد قاعدة الإظهار باعتبار الرواية، وكذلك الأمر مع النون الساكنة، سنجد كلمة واحدة هي التي ذكرناها كلمة ينأون، أما الباقي سنطبق قاعدة النقل لورش، كقوله تعالى من آمن يقرأ ورش من آمن، كل آمن يقرأ ورش كل آمن، هكذا. إذا مع الهمزة عندنا مثال واحد وهو كلمة ينأون. الآن تنوين بعده بقية حروف الإظهار كما تلاحظون هنا في هذه الأمثلة، سلام هي. التنوين بعده حرف العين، قوله تعالى في جنة عالية. تنوين بعده حرف الحاء، قوله تعالى هنا ملاق حسابية. ثم تنوين بعده حرف الغين، ماء غدق. وأخيرا تنوين بعده حرف الخاء، ذرة خيرة. إذا التطبيق هو أن يرتفع طرف اللسان مصطدما بسقف الفم. والملاحظ أعزائي المشاهدين أن ضبط النون الساكنة والتنوين في حالة الإظهار يضبط بوضع علامة السكون فوق النون كما تشاهدون، رسول من عند الله. إذا من عندي تضبط بعلامة السكون فوق النون الساكنة، في حين أنه في التنوين كما هنا في قوله تعالى في جنة عالية تراكب الحركتين، تراكب الحركتين. ونختم بهذه الأبيات للإمام الداني رحمه الله، قال في منظومته المنبهة: وبعد هذا الشرح والبيان فالنون والتنوين يظهران عند حروف الحلق وهي ستة، وقلّ ما يجهل هذا البتة، الهاء والهمزة ثم الحاء والعين والغين معا والخاء، والسبب الموجب للبيان البعد بين الحلق واللسان، وقد روى ورش عن الإمام إمام دار هجرة الكرام في الهمزة الإلقاء والتسهيل، وكان من أصحابه جليلا. إذا بهذه الأبيات النفيسة للإمام الداني في باب أحكام النون الساكنة ولا سيما الإظهار،
نختم هذه الحلقة المباركة من برنامجكم التجويد الميسر، ونختمها كذلك بفقرة المصحف المعلم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ وجعل القمر فيهن نورا. وجعل القمر فيهن نورا. وجعل الشمس سراجا. وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ولا
وقد ضلوا كثيرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك إن عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا قل أوحي إلي أن فقالوا
سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد فآمنا به يهدي فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإن وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإن صدق الله العظيم صدق الله العظيم.